عن هذا الموضوع ينضم إلينا المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي. مرحبا بحضرتك سيادة اللواء. بداية أسأل جنابك عن تفاصيل خطة تأمين الانتخابات وماذا سوف تشمل من قوات وتعاون بينكم واللجنة الأمنية لتأمين الانتخابات. تفضل. نعم، شكرا لك سيدي الكريم وتحية لك ولمشاهدي قناة الفلوجة الكرام. بالتأكيد قيادة العمليات المشتركة وعلى مدى أكثر من شهرين بدأت بسلسلة من الإجراءات والتخطيط الأمني لهذه الانتخابات، ومن هذه الإجراءات هو الإعداد لخطط أمنية وأطواق أمنية، وكذلك إعداد سيناريوهات معدة قد تحدث أثناء الانتخابات. ولذلك اليوم بدأنا بتطبيق ما تم تخطيط له من خطط أمنية ومن إجراءات وإمكانيات وقدرات من خلال حضور القائد العام للقوات المسلحة اليوم إلى قيادة العمليات المشتركة، وإطلاق أول ممارسة أمنية في كل محافظات العراق، وبدأنا بتشخيص بعض الأمور التي أكد عليها القائد العام للقوات المسلحة والتي يجب أن تنجح هذه الانتخابات، وأن لا نسمح بأي كان وتحت أي مسمى وأي عنوان أن ينال من هذه الانتخابات أو يعكر صفو الناخبين أو يهدد الناخبين، وأيضا لا نسمح بأن يكون هناك خروقات أمنية، ولدينا إمكانيات وقدرات من خلال القوات التي أعددناها والخطط التي أعددناها. يعني هل هنالك أرقام أسألك سيادة؟ نعم سيادة اللواء، وأسألك عن أرقام عدد القوات الأمنية التي سوف تشارك، من الذي سوف يشارك في تأمين العملية الانتخابية؟ يعني أعداد القوات الأمنية كلها بكل مسمياتها عدا قوتين اللي هي جهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي، وسوف تكون هاتين القوتين احتياط القائد العام للقوات المسلحة، وأما جهاز المخابرات، جهاز الأمن الوطني، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، كلها سوف تشترك في هذه الخطط الأمنية، ولدينا القوات الكافية والإمكانيات والعدة، وقد أعددنا الخطط الخاصة بحماية الناخبين، أعددنا الخطط الخاصة بنقل صناديق الاقتراع وخزنها في أماكن بعيدة عن التلف وبعيدة عن الحرائق وبعيدة عن العبث، وأيضا أعددنا الخطط اللازمة لمنع أي كان وتحت أي مسمى أن يهدد الناخبين أو يهدد مراكز الاقتراع أو يقوم بعبث من خلال تمزيق صور الناخبين، حيث تم إصدار مذكرات إلقاء القبض ببعض منهم عن طريق شهود عيان وعن طريق الكاميرات التي وثقت عبثهم في ذلك اليوم. طب بالحديث عن الانتهاكات التي تصدر أو ما تعرف بالجرائم الانتخابية، البعض يتخوف من تكرار سيناريو انتخابات 2018. جنابك تعرف ماذا حدث للصناديق ولمخازن الصناديق التي اقترحت، هل هنالك شيء من هذا التخوف ربما سوف يتكرر لا سمح الله في الوقت المقبل؟ أبدا سيد الكريم، من خلال قناتكم الكريمة أؤكد لك بأننا اتخذنا كافة الإجراءات وخصوصا ما يتعلق بحماية صناديق الاقتراع. أولا هذه الحماية سوف تنقل صناديق الاقتراع إلى أماكن محصنة وأماكن ممتازة، وأعددنا العدة وأشرفنا عليها، وقد لاحظنا بأعيننا هذه الأماكن التي هي بعيدة عن الحرق، بعيدة عن العبث، بعيدة عن وصول أي كان إليها. هناك أطواق أمنية خاصة بها، هناك قوة أمنية مخصصة لعملية النقل، لن نسمح بأن يتكرر مثل ما حدث في السابق، ولن نسمح أيضا بأن يكون هناك عبث داخل المركز الانتخابي. هل أنتم أيضا مطمئنون سيادة اللواء لتأمين مراكز الاقتراع التي يبلغ عددها تقريبا 56 ألف مركز اقتراع في العراق، ونظرا ربما البعض يتكهن بوجود إقبال على الانتخابات، تأمين الناخب أيضا إلى أي مدى سوف يعني تكون الخطة محكمة لتأمينه؟ يعني اولا احنا اعددنا الخطط لهذه المراكز، وايضا وزعنا وقسمنا القوات الامنيه لهذه المراكز. بنفس الوقت ايضا اعددنا شيء مهم جدا، الا وهو قد يكون في مركز انتخابي وقد يكون في ناحيه نائيه او في قريه، وهناك بعض الاطراف تتصارع وقد يحدث شجار او قد يحدث حاله من التنافس غير الشريف. لذلك القوات الامنيه في كل مركز اعدت سيناريو وعدت قوة احتياط وعدت قوة مخصصة لهذه الأعمال، مخصصة لكل من يحاول أن يخرق العمل الانتخابي، لكل من يحاول أن يعبث. ولذلك أمننا المراكز الانتخابية بأطواق، وأمناها أيضا بقوة حماية، وأمناها أيضا من خلال رد الفعل السريع لقوات
تستطيع أن تصل إلى المركز الانتخابي بأقل من ربع ساعة أي 15 دقيقة، مهما كانت بعيدة عن طريق التقسيم وعن طريق وضع كثير من الخطط التي تسهم في إرسال رسالة إلى الناخب بالأمن والأمان. نعم، كنت معنا المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، شكرا لك سيادة اللواء.